أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفساً وعقولا؟ بهذه الكلمات اختصر الشاعر الفلسطيني محمود درويش مكانة المعلم في حياتنا، فهو من يعمل على تأسيس جيل يعرف ألف باء الحياة والعلم. نحتفل في سوريا بعيد المعلم، فهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في عام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين. المعلمون بناة الأجيال ومشاعر النور تضيء دروب الحياة، ولعل اليوم في ظل الأزمة التي تعيشها سوريا بات الحمل على كاهل المعلمين أثقل ورسالتهم أعقد لبناء جيل متعلم ومثقف قادر بالمستقبل على إعادة إعمار سوريا. فالمعلمون كانوا بمثابة آباء أمسكوا بأيدي أبنائهم للمحاربة بالقلم لضمان المستقبل بالعلم والغرس في النفس المبادئ والأخلاق لتجاوز الظروف العامة والصعبة التي فرضتها الحرب على سوريا على مدار الأعوام الماضية. وفي عيدهم نقول كل عام ومعلمو سوريا بألف خير، وكل عام وأنتم في مهمتكم ناجحون وبتعبكم تنيرون الدرب لأجيال المستقبل.